من حقه أن تسعى في إرضائه وإن كان هو المخطئ، وأن توافقه ولا تعارضه ما استطاعت. ففي الحديث: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود التي إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. وفي رواية: نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود المؤاتية المواسية إذا اتقين الله. وموافقة الزوجة لزوجها والسعي في أرضائه من أسباب ديمومية صحبتها. قال معاوية لصحصع بن صوحان: أي النساء أحب إليك؟ فقال: المواتية لك فيما تهوى. قال: فأيهن أبغض إليك؟ قال: أبعدهن لما ترضى. قال معاوية: هذا النقد العاجل. فقال صحصعة: بالميزان العادل.